أن الروس يمارسون جرائم في أوكرانيا كما فعلوا في سوريا، وحتى اليوم مسؤول في الإدارة الأمريكية يتحدث عن أدلة بالفعل تظهر ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا. طيب سيظل المعنيون يرددون هذا الكلام دون نتائج، دون مآلات، دون تداعيات، فقط توصيف؟ أستاذ مازن، هذا الأمر هو جزء من العملية السياسية، جزء من التفاوض. بالنهاية ما في أي حرب، أي عمل عسكري بدها توصل لصيغة لنتائج. وبدي أعلق على زميلنا ضيفك الكريم أستاذ علاء، يعني أنه لما مثل ما ذكر أنه بالنسبة للرئيس الأوكراني عم يتراجع ويقدم تنازلات، طبعا المسألة بالتفاوض دائما في أساليب وأشكال مختلفة، بالضرورة هو بده يقدم تنازلات لأنه بالأساس في خلل كبير بميزان القوى بين قوة روسيا وقوة أوكرانيا بالوقت بالنسبة للغرب بيدعمه بالإطار الخلفي، لكن ما ممكن يتورط أو يشارك بشكل مباشر، وبالتالي في معادلة فيها خلل. هلا بالنهاية بده يكون في آلية من التفاوض من أجل الوصول، يعني يجوز تكون هلا بتركيا عم يكون ممكن تكون تعطي أكثر جدوى، رغم أنه في أكثر من فريق دخل إن كان أوروبي ولا حاليا عربي ولا غيره باتجاه إيجاد حل سياسي. طبعا الروس يدركوا تماما مثل ما جرى التعليق أنه المسألة هي أوسع من موضوع أوكرانيا، هي تتعلق بوزن روسيا أو بالنظام العالمي الجديد اللي ممكن ينشأ. فروسيا تريد أن تحصل على مكاسب، ليس مكاسب فقط على صعيد أوكرانيا أو بعض المواقع الاستراتيجية بشرقها أو بجنوبها، وإنما تريد جملة مسائل من الغرب. لذلك بتقديري الحرب ستطول بأي معنى، ليس بالمعنى العسكري بهالكثافة الكبيرة اللي جرت فيه خلال الشهر أو الأربعين يوم الأول واللي عمليا تهجر بحدود العشر ملايين، ربما يتخلل شكل من هدان، يتخلل شكل من كذا، يبقى حالة الاستنزاف بالمناطق الجنوبية والشرقية. يعني إذا ما وصلوا لصيغة توافقية سياسية لا يمكن بمعنى ما توقف الحرب، فالحرب بدها تستمر بأشكال مختلفة لكن ليس بنفس المستوى اللي بدأت فيه أو اللي جرى فيه خلال الشهر الماضي. وبتقديري أنه الأمر لوصول لصيغ يصير فيها توافق هذا يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى اقتناع، لأنه الروس لن يستسلموا ببساطة بأمام وضع تراجعهم، بدهم يضلوا يفكروا، بدهم يوصلوا للأهداف السياسية اللي عم يطمحوا لها. وأيضا بالنسبة للغرب وبالنسبة للأمريكان بدهم يفشلوا خطة الروس، وبالعكس يجوز يكون عندهم خطوات لإضعاف وتفكيك الاتحاد الروسي. يعني فالمسألة في صراع، هذا الصراع بتقديري لن ينتهي بهالبساطة. يعني بده ياخذ مدى. هي الحرب فتحت لصراع، لنوع من حرب باردة جديدة، كيف بدها تستقر لا أحد يعلم. يعني هذا في احتمالات كتير مفتوحة، بس أكيد الصراع وكسب الأوراق أو المكاسب على الأرض هو اللي بيعطي قوة لهالطرف أو لهالطرف. وعلى الأرض الأمور كما يبدو أستاذ مازن ليست في مصلحة روسيا. حتى هنا أسأل أستاذ علاء،